يزيد سؤال في التاريخ سؤال معقول؟ كل الأسئلة بتاعتنا معقولة يعني يتوكل على الله؟ ده قرارك مش قراري. طب مرسي رأيك إيه؟ دلوقتي باخد رأي مرسي. أنا شايف إن أنت تأجله شوية. مرسي شايف إنك تأجله شوية. إن شاء الله على خير الله. أهلك مرسي رأيك إيه؟ ما أنا أسألها. تأجله شوية وعدايس على البازر. بص أنت سياسة واقتصاد ومفروض السؤال ده تجاوبه بمنتهى الثقة. ربنا يسهل إن شاء الله. تاريخ والسؤال هو من هو الرئيس الإيراني الذي توفي في تحطم طائرة عام 2024؟ عبير. إبراهيم رئيسي. إبراهيم رئيسي إجابة صحيحة، برافو عليك يا عبير. الرئيس من 2021 حتى وفاته في 19 مايو بسبب تحطم طائرة لسبب مجهول. كان مرشح كان معايا وزير الخارجية على نفس الطائرة 30